بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا جماعة ان شاء الله النهاردة عن نوع جديد من الدوال، وهي الدالة الأسية. الدالة الأسية يا جماعة مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها كتير، احنا على طول يا جماعة هنخش في الأمثلة. طيب، اول مثال يا جماعة بيقول لي اذا كان دال بيساوي 3 أس س، فوجد قيمة س إذا كان دالة س زائد 1 زائد دالة س ناقص 1 بتساوي 90. يبقى هو هنا مديني شرط، الشرط ده هيساعدني في إن أنا أقدر أجيب قيمة س. تمام كده يا جماعة؟ طيب، هو في الاول عامل ايه؟ مديني دال س بتساوي 3 اس س. طب دلوقتي انا لما اشيل السين دي واحط س زائد 1 عشان اعوض هنا، لو حطيت دال س زائد 1 مش السين دي كمان هتتغير وتبقى 3 اس س زائد 1. ونفس النظام لو حطيت بدل السين س ناقص 1، يبقى السين دي هيبقى بدلها ايه؟ 3 اس س ناقص 1. طب تعالوا بقى يا جماعه نعوض في المعادله اللي هو مديها لي في المساله. هتبقى 3 اس س زائد 1 زائد 3 اس س ناقص 1 يساوي ايه؟ يساوي 90. طيب احنا هناخد عامل مشترك، والعامل المشترك دايما بيكون هو الاقل مش الاكتر. طب مش س ناقص 1 اقل من س زائد 1؟ يبقى احنا ناخد ال 3 اس س ناقص 1 كعامل مشترك. هيتفضل لي ايه؟ هيتفضل لي 3 اس س زائد 1. تمام، كاني قسمت عليها هنا وهنا. تمام، كاني قسمت، لما اخد ده مشترك، لما خدت ده مشترك كاني قسمت عليه هنا وهنا. يعني بدل قسمت عليه يبقى ممكن اقول هنا ايه؟ اعكس بقى، يبقى ناقص س زائد 1 زائد 1 بيساوي 90. هعيد تاني عشان تركزوا معايا. احنا خدنا عامل مشترك، العامل المشترك ده كاننا قسمنا عليه، خلاص. يعني دلوقتي انا لما اقسم على ده، خلاص، ده على ده هيساوي 1 اهو، مش انا خدت عامل مشترك. طيب هيتفضل لي هنا ايه بقى؟ بدل ما ده اتقسم على ده يبقى ده ناقص ده، يبقى س زائد 1 ناقص س زائد 1. ما احنا بقى حاطين هنا ناقص المفروض قدام القوس كله. تاني، انتوا طبعا عارفين يعني ايه عامل مشترك، احنا خدناه بره. طيب ازاي اقدر اعمل اخد 3 اس س ناقص 1 كعامل مشترك من 3 اس س زائد 1؟ العامل المشترك بيعمل عمل اكني قسمت على نفس الرقم بالظبط، كاني قسمت على نفس الرقم بالظبط. وبعدين قسمت على نفس الرقم وعندي الاساس واحد، يبقى احنا هنطرح الاسس. فبالتالي الاساس الاول اللي هو كان س زائد 1، طب والاس الثاني، الاس الثاني كان س ناقص 1. طب لما نطرح ده من ده يبقى الاشارات بتاعه س ناقص 1 كلها هتتغير، فبالتالي هيبقى 3 اس س ناقص 1 اللي انا خدته بره، الس ده راح مع الس ده، وهيتفضل لي 3 اس 2 زائد 1 يساوي 90. طيب 3 اس س ناقص 1، مش 3 اس 2 دي يعني 9 زائد 1 يعني 10؟ طيب برضو يساوي 90. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين الس، فهنخلي الطرف بتاع 3 اس س ناقص 1 ده لوحده، ونقسم على 10 في الناحيتين علشان نضيع ال 10 من الجنب الايمن. يبقى هنعمل كده، هنقول 3 اس س ناقص 1 يساوي 90 على 10. يعني 3 اس س ناقص 1، شوفوا يا جماعه المساله عماله كل مدى ما بتتبسط معايا اكتر واكتر. 90 على 10 فيها 9، طب 9 دي مش معناها ان هي 3 اس 2، طب الاساس سوى الاساس، يبقى الاس هيساوي الاس، ومنها س هتساوي 3.
تعالوا نشوف مثال تاني. إذا كان د س يساوي 67، يوجد قيمة س التي تتحقق، اللي بتحقق لي إن د س د 2 س ناقص 1 زائد د 2 س زائد 1 يساوي 50/49. يبقى اذا كان د س يساوي 67، يا جماعه المساله لو جات لكم بالشكل ده اعرفوا ان هي اوتوماتيك داله اسيه، خلاص. طيب اذا كانت د س بتساوي 67، يوجد لي قيمه س اللي بتحقق ان د 2 س ناقص 1 زائد د 2 س زائد 1 بتساوي 50/49. طب الحل، احنا قلنا ايه يا جماعه؟ مش قلنا ان د س بتساوي 67؟ طيب يبقى د 2 س ناقص 1 هتساوي ايه؟ هنشيل ده ونحط 7/2 س ناقص 1. طب وده 2 س زائد 1 هنعوض، عباره عن 7/2 س زائد 1. طيب هو عايزني نجمع، يبقى هنقول 7/2 س ناقص 1 زائد 7/2 س زائد 1 يساوي 50/49. طيب هناخد عامل مشترك وهو الاصغر، اللي هو ايه؟ 7/2 س ناقص 1 هو ده الاصغر. وفهمتكم احنا ازاي بناخد عامل مشترك وازاي بنصحح الاسس فوق الاساس اللي هو رقم 7. طيب احنا هتبقى هنا، يبقى هنا فاضل في 1 زائد ايه بقى؟ زائد 7/2 س زائد 1 على ده بقى، يبقى كل ده هيتغير اشاراته، فناقص 2 س زائد 1 بتساوي 50/49. طيب فبالتالي هتبقى 7/2 س ناقص 1، 1 زائد ال 2 س دي هتروح مع ناقص 2 س، فهتبقى 7/3 يساوي 50/49. وضحت يا جماعه ان هي شبه المساله اللي فاتت؟ طيب يبقى 7/2 س ناقص 1 7/3 يعني 49 زائد 1 يبقى 50 يساوي 50/49. طب انا هقسم على ال 50 علشان اخلي ال 7/2 س ناقص 1 دي لوحدها في الجهه اليمنى. طيب يبقى هنا هنا طبعا لما نقسم على 50 ده هيروح، فهتبقى هنا 50/49 تمام على، صح كده، على 50. يعني عبارة عن ايه؟ ان هي 50/49 في 1/50، صح كده؟ طب ال 50 دي هتروح مع ال 50 دي، وهيبقى ايه بقى؟ اتفضل لي 7/2 س ناقص 1 هتساوي 1/49. طيب يبقى 7/2 س ناقص 1، ال 49 دي عباره عن 7/3، يبقى 7/2 س ناقص 1 هتساوي 7/2. الاساس ساوي الاساس، يبقى الاس هيساوي الاس، يبقى 2 س هتساوي ناقص 2 زائد 1 وناقص 1، يبقى س هتساوي ناقص نص. هي دي قيمة س اللي جبتها من خلال المعادلة اللي هو الدهاني، ومن خلال الدوال بتاعة 2 س ناقص 1 و 2 س زائد 1 لما عوضت فيها قدرت اجيب قيمة س اللي تحللي وتحقق لي المعادلة اللي هو كان مديهالي في المسألة نفسها. طيب اذا كان د 1 س بتساوي 3/6 ود 2 س بتساوي 9/6، فاوجد قيمة س التي تحقق ان د 1 2 س ناقص 1 زائد د 2 ل س زائد 1 تساوي 756.
الحل هنعوض د واحد س بتساوي 3 اس س، يبقى د واحد ل 2 س ناقص واحد. هعمل ايه؟ هعوض عن السين دي ب 2 س ناقص واحد. طيب وده 2 س زائد واحد هتساوي ايه؟ هتساوي 9 س زائد واحد، صح كده؟ يبقى انا كده جبت ده الواحد وجبت ده الاثنين اللي موجودين في المعادله. يبقى انا اول حاجه بعملها ايه؟ بعوض عن الحاجه عن الدوال اللي في المعادله. طيب يبقى المفروض ايه اللي يحصل؟ نجمعهم الاثنين ونساويهم ب 756. طيب وبالتالي الشكل هيكون كالاتي: 3 اس 2 س ناقص 1 زائد 9 اس س زائد 1 هتساوي 756. طيب 3 اس 2 س ناقص 1، هي التسعة دي مش عبارة عن 3 تربيع؟ اه، كل اس س زائد 1. انا عايزة اوحد الاساسات عشان اشوف هعمل ايه. تمام. طيب المفروض كله برضو بيساوي 756. يبقى 3 اس 2 س ناقص 1 زائد، اضرب الاثنين دي فيهم كله، تبقى 3 اس 2 س زائد 2 يساوي 756. تمام. هناخد عن المشترك اللي هو الاصغر 2 س ناقص 1 زي ما انتم عارفين، فهيبقى هنا 1 زائد 3 اس 2 س زائد 2، مش خلاص احنا حفظنا بقى وهنطرح منها اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو 2 س ناقص 2 س زائد 1. كل ده المفروض انه بيساوي 756، وال 2 س هتروح مع ناقص 2 س، هتبقى ايه بقى؟ هتبقى 3 اس 2 س ناقص 1 في 1 زائد 3 اس 3 يساوي 756. طيب يبقى 3 في 2 س ناقص 1، دلوقتي 3 اس 3 دي ب 27 زائد 1 يعني 28 يساوي برضو 756. هنقسم على 28 عشان نخلي 3 اس 2 س ناقص 1 لوحدها عشان اقدر اجيب قيمة السين زي ما احنا متعودين، وهنقسم 756 على 28 بالآلة هيبقى فيها 27. طيب 3 اس 2 س ناقص 1، 27 دي عبارة عن 3 اس 3، طب دول يتساوي، يبقى اذا ايه؟ 2 س ناقص 1 بتساوي 3، 2 س ناقص 1 بتساوي 3، يبقى 2 س بتساوي ايه؟ جبنا ده بعكس الاشاره، يبقى 3 زائد 1 يبقى ايه؟ 4، يبقى س بتساوي 4 على 2 فيها ال 2. انا جبت قيمه الس وفقا لايه؟ للمعادله اللي احنا اللي كانت جايه لي في المساله. نشوف مسألة تانية. إذا كان د س بيساوي تلت أس س، يبقى الدالة الأسية أي دالة عندي بتكون أس س، وهو دايما بيكون عايز قيمة السين بدالات المعادلة. أنا بعيد عليكم بس يا جماعة المعلومة عشان تثبت في دماغكم. طيب إذا كانت د س بتساوي تلت أس س، فاثبت أن دالة ألف زائد اتنين بيساوي تسعة دالة ألف. طب ده شكل جديد علينا، تعالوا نشوف هنتعامل معاه ازاي. الحل، احنا قلنا دال س بتساوي تلت كل أس س، صح؟ طيب طب يبقى دال ألف هتساوي ايه؟ بتساوي تلت أس ألف، مش احنا هنا غيرنا دي ودي، يبقى لازم نغير دي ودي. طيب ودالة أ زائد اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي تلت أ زائد اتنين. طيب
تعالوا بقى نشوف ده كام وده كام. دلوقتي انا مش هقدر اكمل بنفس الطريقة اللي كنت بكمل فيها في المسائل اللي فاتت واخد بقى عامل مشترك وكده، لان انا عندي لا ده دالتين مختلفين خالص. طب اعمل ايه؟ هبسط الامور. دلوقتي انا عندي التلت اس الف زائد اتنين اللي هو الدالة بتاعت دال الف زائد اتنين، عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن تلت اس الف، انا دلوقتي عايزة ابسطها عشان تبقى كلها اس الف بس فاقدر اجمع واقدر اطرح. طيب دلوقتي مش هنا الاس مجموع، يعني معنى كده ان هم ممكن اقول تلت اس الف في تلت تربيع هي هي. طيب التلت تربيع دي يعني ايه؟ دلوقتي هو كان عايز يثبت صح كده ان ايه، ان د الف زائد اتنين بتساوي تسع د الف. طيب وده الدال بتاع ألف زائد اتنين. هنشوف أنا عندي واحد على تلاتة الكل تربيع، يعني معنى كده إن ده إيه؟ عبارة عن تلت أس ألف في إيه؟ في التسع. طيب وهنا التلت طبعا ألف زائد اتنين، يعني أنا مجرد ما فكيت دي قدرت أوصل للأيسر. تمام؟ فبالتالي أصبحت إن د ألف زائد اتنين بقت تساوي تسع دالة ألف. ليه؟ مش دي دالة ألف؟ مش دي كده دالة ألف؟ اه. ودي كده دالة ألف زائد اتنين؟ اه. يبقى احنا كده اثبتنا اللي هو عايزه، ان دالة ألف زائد اتنين بتساوي تسع دالة ألف. سهلة وبسيطة جدا يا جماعة، معملناش حاجة غير ان احنا فكينا الأسس. يبقى لازم يا جماعة نكون حافظين القواعد كويس جدا. اذا كان تسعة أس س زائد تلاتة أس س زائد واحد يساوي مية وتمانية، أوجد قيمة س. دلوقتي التسعة أس س دي مش عبارة عن تلاتة أس اتنين س، مش دي عبارة عن تلاتة تربيع؟ اه. فتلاتة أس اتنين س زائد تلاتة أس س زائد واحد يساوي مية وتمانية. طب هنعمل ايه؟ هنعمل نفس اللي عملناه في المسألة اللي فاتت، فكينا الأسس دي بقت تلاتة أس اتنين س زائد تلاتة أس س في تلاتة أس واحد يساوي مية وتمانية. طيب يبقى شكلها ايه؟ تعالوا ننسق الشكل بتاعها كده، يبقى تلاتة أس اتنين س زائد تلاتة في تلاتة أس س يساوي مية وتمانية. طيب ايه اللي هيجرى لما ندخل المية وتمانية دي جوه ونساوي كله بالصفر؟ ايه رأيكم؟ هنشوف عملنا كده ليه. ادي عندي المسألة تلاتة أس اتنين س زائد تلاتة في تلاتة أس س ناقص مية وتمانية يساوي صفر. طيب فاكرين يا جماعة أنا قلتلكوا قبل كده لو عندي مسألة معقربة وفيها الاساسات كلها واحده والاسس هي اللي مختلفه، اجي على اصغر اس تمام واعتبر ان الرقم كله بدلاله صاد، وبعد ما اجيب صاد اقدر اجيب منه السين. فاكرين؟ فاكرين لما قلنا في مساله لما فرضنا ان صاد بتساوي تلت سين؟ يبقى احنا هنفرض هنا العكس بقى، هنفرض ان تلاته اس سين هي صاد، عشان بس نخلي المسألة شكلها أبسط أقدر أفكها. طيب يبقى هنا هتبقى إيه؟ هتبقى صاد تربيع. أنا لما ألاقي الشكل ده كده على طول أجيب بدلالة صاد على طول، أجيب س بدلالة صاد على طول. طيب فدي هتبقى صاد تربيع زائد تلاتة صاد ناقص مية وتمانية يساوي صفر. طب هنفك ده إزاي؟ هنفكه كده، متنسوش الإشارات يا جماعة. هنا صاد في صاد. طب 108 دي كام في كام؟ الفرق ما بينهم 3. 108 دي كام في كام؟ الفرق ما بينهم 3، هنلاقيها 12 في 9. طيب 12 في 9 انا عندي هنا الحد الاوسط ايه؟ زائد. يبقى الرقم الاكبر بياخد رقم الحد، بياخد الاشاره بتاعه الحد الاوسط، الرقم الاكبر بياخد اشاره الحد الاوسط. طيب واللي احنا قلنا هنا ما دام زائد ونقص هينزلوا زي ما هم،
تمام، يبقى انا عندي حاجتين، يا اما ص يا اما ص زائد 12 بتساوي صفر، او ص ناقص 9 بتساوي صفر. منها هنا ص هتساوي ناقص 12. احنا قلنا ان 3 اس س بتساوي ناقص 12. طب هل هنا في اي حاجه مشتركه ما بين ده وما بين ده؟ لا، يبقى ده حل مرفوض يتكتب كده خلاص. طب هنا ص بتساوي 9، ص دي يعني 3 اس س بتساوي 9. طب التسعة دي مش يعني 3 تربيع؟ يبقى السين هنا بتساوي ايه؟ بتساوي 2. تمام، يبقى احنا كده جبنا قيمة السين اللي بتخلي لي المعادلة اللي عندي بتساوي 108. تمام كده، ده انا جبت قيمة السين اللي حققت لي المعادلة. نشوف يا جماعه اخر مثال في الداله القصيه. الافكار يا جماعه ان شاء الله مش هتخرج عن الامثله اللي انا بقولها لكم. دلوقتي احنا عندنا 3 اس س ناقص 2 زائد 3 اس س ناقص 1 زائد 3 اس س يساوي 117. احنا عايزين نجيب قيمه س. طيب هنعمل ايه؟ احنا عايزين طبعا الشكل ده مش هنقدر ناخد حاجة بدلالة الصاد خلاص. الشكل ده مش هنقدر ناخد حاجة بدلالة الصاد، لان لو خدت التلاتة مثلا اس س بدلالة الصاد برضو مش هيديني حاجة اقدر افكها بمنتهى السهولة. يبقى انا بجرب في دماغي كده قبل ما ابتدي اكتب في ورقة الاجابة. طب هنعمل ايه؟ يبقى هناخد عامل مشترك الطبيعي بتاعنا. طب العامل المشترك احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اقل حاجة. طب اقل حاجة في دول ايه؟ س ولا س ناقص 1 ولا س ناقص 2؟ لا، س ناقص 2 هي اقل حاجة. ناخدها عامل مشترك، هنا 1 زائد 3 اس س ناقص 1، وايه هنطرح بقى؟ ناقص س زائد 2، نغير الاشارات على طول، زائد 3 اس س ناقص س زائد 2 يساوي 117. طب هنا الس هتروح مع الناقص س، وهنا برضو الس هتروح مع الناقص س، فايه اللي هيحصل؟ هتبقى 3 اس س ناقص 2 1 زائد 3 2 ناقص 1 ب1 زائد 3 تربيع، صح كده، يساوي 117. يبقى 3 في س ناقص 2 1 زائد 3 4، 4 و 9 يبقوا 13، صح كده، يساوي 117. احنا هنقسم على 13 علشان نخلي الس لوحدها في جنب لوحدها، هيبقى 3 اس س ناقص 2 يساوي 117 على 13 فيها 9، يبقى 3 اس س ناقص 2 هتساوي 3 تربيع. معنى كده ان س ناقص 2 هتساوي 2 لان الاساس 1، فيبقى الاس برضو 1، يبقى المفروض هنا س هتساوي 4. تمام كده يا جماعه؟ تمام. في يا جماعه اسئله تحلوها وتبعتوا لنا الاجابات من خلال تعليق على الفيديو من خلال الموقع بتاعنا علشان نقدر نتواصل مع بعض. اول سؤال بيقول حل المعادلة 2 اس س في الجذر الرابع ل7 يساوي الجذر الرابع ل128 الكل اس ناقص 1. السؤال التاني بيقول اوجد مجموعة الحل الجذر الثالث لس تربيع ناقص 15 الجذر الثالث لس